يا جنوب الفوز.
ابو حنا بلاش نوسخ الله بسكوت معلش بسكوت لا لا يا ابن عمي لا يا ابن عمي هلا 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 الناس عليك ابو غطاس صرتك من اهل العروسه السلام عليك ومشغول ولا شيء اخر بدك بسكويت هنان ما انا وانت بعد يا كل ما لك المسيح يا على السبع خبزات يا خدوها يا وانتم يا ياسمين هاي من حنا صرصور Thank you.
كبير وعين. يعني اجوا من فلسطين او من الاردن او من دولنا العربيه. كل اهلنا يلي بنتلحم من بيت جارة من اي منطقه من الزرع ومن الاردن طبعا. I welcome all our American speaking friends for this ceremony of David and Hanan. Ich willkomme auch unsere Brüder, Brüder und Schwestern von Deutschland. Alle Gottesdienste. Bitte جميعا تكونوا واقفين. راح نحتفل اليوم بزواج احبائنا اولادنا بيبي وحنان. الاحتفال راح يكون تقريبا نص ساعه هو احتفال الصلاه. بطلب الجميع ان يصلي. I want everybody to pray. We are coming to pray with them. Please join me in your prayers. بسم الاب والابن والروح القدس الهي واحد. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. لنصلي. اللهم يا من قدست رباط الزواج بسر انسان يا مدرك حد المسيحي بالكنيسة لغد عبدك وحنان أن تكون حياتهما تحقيقا لما يتقبلان في الإيمان بربنا يسوع المسيح وإلهنا الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إلى دهر الدهرين. آمين. تقرأ أخت العروس القراءة الأولى من رسالة وكما تخضع الكنيسة للمسيح فتخضع النساء لزوجهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسها من أجلها ليقدسها ويطهرها بماء الاستحمام وما يتلى من الكلام ويزفها إلى نفسه كنيسة سنية لا شائبة فيها ولا طغضان ولا ما أشبه ذلك بل مقدسة بلا عيب. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبا من أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه فما من أحد يبغض جسده بل يغذيه ويعني به شأن المسيح بالكنيسة. ونحن أعضاء جسده ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلازم امرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا. إن هذا السر العظيم وعني به سر المسيح والكنيسة. وقصار القول فليحبب كل منكم امرأته حبا لنفسه ويوقر المرأة زوجها. كلام الرب. الشكر لله. نجاوب جميعنا المسؤول. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. طوبى لكل من يتقي الرب ليسالك في طرقه. انك تاكل من تعب يديك فلك الطوبى والخير. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. امراتك مثل جفنه مثمره في جوانب بيتك. بنوك كفروع وزيتون حول مائدتك. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. هكذا يبارك الرجل الذي يتقي الرب ليبارك الرب من القدس جميع ايام حياتك. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. هاليلويا هاليلويا وما دوم يا ايها
شريفا من بشارة القديس يوحنا الإنجيل باشي المجد لك يا رب. في ذلك الزمان كان في حرى الجليل عظم وكان فيهم يسوع، فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرش ومثل الحاجة إلى الخمر لأن الخمر للعوطي نفذت. فقالت يسوع أمه: لم يقع عنده
وليعرض عن رضاه أمام الله وأمام الكنيسة. يا داود وهاب، هل تريد أن تتخذ حنان سانسور الموجودة أمامك الآن زوجة لك؟ وهل تعرف أن تكون لها أمينا في الضيق والرخاء، في المرض والصحة، فتحبها وتكرمها طول أيام حياتك؟ يا حنان سانسور، هل تريدين أن تتخذي داود وهاب القائم أمامك الآن زوجا لك؟ وهل تعدين أن تكوني له أمينة في الضيق والرخاء، في المرض والصحة، فتحبيه وتكرميه طول أيام حياتك؟ نعم أريد. فليؤكد الرب العطوف رضاكما هذا الذي أعلنتما أمام الكنيسة، وليفرض بركته عليكما، ولا يفرقن الإنسان ما جمعه الله. يبارك الآن الكاهن الخوات. إخوتي الأحباء والعبيات المتزوج، الخادم في كل العالم مثل ما أنتم شايفين دائرة. ممكن الناس يجوا يقولوا ليش اخترعنا هذا الخادم ما يكونش فيه حلق أو يكون أسوارة أو شيء بالرقبة. دائرة لأنه ما له نهاية. الحب الزوجي هو على مثال حب الله، هو حب أبدي. عشان نحن نمنه من طبعين الطلاق، هو حب يربطه الله ويجمعه الله، ولا يستطيع أي إنسان أن يفارقه. عشان هيك هو دائرة ما إلى نهاية. ليبارك الرب هذين الختمين اللذين سيصلهما أحدكما إلى الآخر، علامة المحبة والأمانة. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. يا ديفيد ادعيني بعدي. يا حنان، إليك هذا الخاتم، رمزاً إلى محبتي وأمانتي، باسم الآب والابن والروح القدس. حنان ادعيني من بعدي. يا داود، إليك هذا الخاتم، رمزاً إلى محبتي وأمانتي، باسم الآب والابن والروح القدس. الآن الزوجين بباب الشناعتين. مثل ما أنتم شايفين في عنا شناعتين، عائلتين راح يتحولوا لعائلة واحدة. Thank you.
أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بروح القدس في إيمان واحد كي يفيد علينا أجمعين وعلى هذين العروسين بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح مراحمه ونعمه السماوية. أن يبارك إلهنا القدير هذين العروسين ويضيء بوجهي عليهما ليصبح زواجهما مقدسا كعرسي قانا الجليل، وليكون حبهما المتبادل على مثال حب المسيح للكنيسة إلى ربنا ويعظم بنعمة هذا السر المقدس ليعيشا في الوفاق والأمانة، فتملأ بيتهما السعادة والسلام إلى ربنا. يحيى وبنيه بمحبة الله وحفظ وصاياه، وليلتقوا يوما أقاربهم الراقدين في الأفراح السماوية إلى ربنا. أن يتقبل إلهنا القدير طلباتنا مريم البارون الثانية القداسة أم الكنيسة الماجدة، فنشكر له نعمه وعطاياه ونترنم بمراحمه الدائمة إلى ربنا. يا من صنعت بملء قدرتك من العدم جميع الاشياء، وبعد ان انشات الكون وخلقت الانسان على صورتك جعلت المراه عونا للرجل لا يفصل عنه، فلا يكونان اثنين بل جسدا واحدا. وقد علمتنا يا الهنا ان ما جمعته انت لا يجوز ان يفرق ابدا. اللهم يا من قدست لبعض الزواج ورفعته إلى سر سام يشير إلى سر اتحاد المسيح بالكنيسة، ويا من بمشيئتك يتحد الرجل والمرأة اتحادا نظمته أنت منذ بدء الخليقة وأمددته ببركة فريدة لم يقوى عقاب الخطيئة الأصلية على نزعها ولم يطوفان على محوها. انظر بحنو إلى ملك هذه حنان صنصور، إنها وهي ترتبط بالشركة الزوجية ترجوك يا إلهنا أن تصونها ببركتك، فلتكن فيها نعمة المحبة وروح السلام، وتقتدين دوما بنساء القديسات التي تشيد بأفعالهن المجيدة الكتب المقدسة، يثق بها قلب رجلها داود وهاب، حتى إذا ما عرف فيها شريكة مساوية له ووارثة معه لحياة النعمة والقداسة أكرمها لإكرام الله بها وأحبها حب المسيح للكنيسة. والآن نتوسل إليك يا رب أن تثبت عبدك هذين في حفظ الإيمان والوصايا، زينهما بأخلاق تلوى فيها وشددهما بقوة الإنجيل فيشهدان المسيح أمام الناس شهادة حسنة. اجعل زواجهما خصبا بالبنين ليكون والدين ممارسين للفضائل ويشهدا بين بنيهما ويعيشا إلى شيخوخة صالحة فيبلغان سعادة القديسين والملكوت السماوي بالمسيح رضيا.
وقف. أيها الأحباء العائلات، مع العائلة الجديدة لنمسك أيدي بعضنا البعض لكي نرتب معا الصلاة الربية التي علمنا إياها الرب يسوع. أبانا الذي في السماء جسد المسيح. 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 يلي راح تضع بينكم يا حنان يا داود، يلي راح يكون حال
ومستقبلهم، راح يقدموا لها عظيم محبتهم بعض الورود. أيتها المباركة في النساء، يا والدة الله السامية القداسة، يا من دعيت مع ابنك يسوع وتلاميذه إلى حضور عرس قنا الجليل، فظهرت هناك أما للرحمة تشاركين البشر في أفراحهم وتهتمين بشؤونهم على مثال ابنك الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم. كوني دائما قريبة من هذه القصة الجديدة، أسرة داود وحنان، اشمليها بحنانك وبشفاعتك القديرة في ساعات الضيق، فترى مجد المسيح. يا سيدة العائلة المقدسة، يا من دعيت وعشت في بيت الناصرة إلى جانب القديس يوسف العامل، وشهدت يسوع يتقدم في السن والنعمة والحكمة عند الله والناس. أحصي البيت الذي سيقيم فيه العروسان هذا، وليكن على مثل بيت الناصرة، بيت إيمان وصلاة، يعرف الله ويتقيه، بيتا يقدس العمل ويذكر أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله الحي المالك إلى أبد الدهور. وقوف البركة الختامية. الرب يسوع الذي تنازل وحضر عرس قنا الجليل يمنحكما وذويكما بركته العلوية. آمين. المسيح الذي أحب كنيسته إلى أقصى الحدود يغمر قلبكما بحبه على الدوام. آمين. ليجعلكما الرب نعمته شاهدين لإيمان قيامته، فتنتظرا بفرح ورجاء سعادة أبدية. وأنتم أيها العروسان الحبيبان وأيها الجميع الحاضرين هنا، يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. إخوتي الأحباء، أتشرف أن الكاهن البديل من البطريركية اللاتينية القدس أن أعلن ولأول مرة بفخر إنه داود وحنان زوج وزوجة. مبروك يا ابو العبد.
لوك ات مي طلع علي ديفيد توصل لي من الصبح بتطلع عليك اوكي اوكي هلا اوكي بدي اياك تطلع على بعض اوكي اند جيت كلوزر تو ايتش اذر جيف ا نايس كيس يلا كيس اف ام احلى بوس بالعالم اوكي اوكي اطلع علي اوكي هلا اطلع على بعض وبوسوا بعض اوكي كيس اف ام خليها طويله شويه اوكي ناو لوك ات مي ارفع ايديك اثنين اوكي انزلوا تحت وسيبوا لي الورد يا سلام بدأ فيها القمر ليختار من نجوم السماء نجمة فما وجدها وطال انتظاره إلى أن وجد نجمة لامعة في السماء فقرر أن تكون شريكة حياته وجئنا الليلة لنحتفل جميعا بهذه المناسبة ألا وهي زواج الابن المبارك رجل الأعمال ديفيد وهاب على ابنة الكمال والعفة حنان صنصور ونيابة عن العائلتين الكريمتين أرحب بكم جميعا متمنيا لكم سهرة سعيدة أرجو من الله أن تكون من أجمل سهرات العمر ونبدأ احتفال الليلة بتقديم أعضاء الفرقة الموسيقية عازف الأورج الأول في لوس أنجلوس الأستاذ الكبير رامي الفار يصاحبه على الجيتار وأوتاره المسية الفنان القدير ناصر العبد الله على الدرامز حبيب الكل الفنان الموهوب ستيف أدنيان ومعنا الليلة أيضا ضابط الإيقاع الأول صاحب الأصابع الذهبية الفنان هاني حوش أما عن الغناء والطرب في هذه الليلة فمطربنا غني عن كل تعريف
رسول الأغنية العربية وصاحب الهنجرة الذهبية المطرب سامي نعمة. وبالأصالة عن نفسي وعن موناليزا كيترين أتشرف أن يكون شباب وشابات الموناليزا في خدمتكم هذه الليلة ونقدمهم لكم الآن في حرس الشرف. Thank you.
حنان من اي جذبه نتمنى لعزفنا ولعريسنا الليلي ولعروسته حياه سعيده مليئه بالرفاه والبنين بنقول لهم الف الف مبروك واهلا وسهلا اهلا وسهلا بمعازيمنا جميعا ومسا عليكم جميعا واللي بحب يسمع غنية حلوة بدون تردد يطلع من الفرقة السهرة سهرتنا جميعا بدون انبسط فيها سبيشال ريكويست للعريس لعريسنا حبيبنا ديفيد بيقول له ديفيد كل البنات بتحبها كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بهبه مين ده اللي زيك مين كل البنات بتحبها كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بهبه مين ده اللي زيك مين
ثانك يو لوسان حلوين الله يخلينا وياكم ثانك يو لوسان حلوين Special request from David Lahanan. وبقلا David Lahanan شو بقلا بقلا لا زرع عليك فستان ورود شجرة صغيرة تبينك أو لا زرع عليك فستان ورود شجرة صغيرة تبينك ولا تغيرك من دون الشمس أسوارة وبنت الجبل يا هالجبلية
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.